السياسة. قدر على بلادنا أن تعيش عبر تاريخها مشاكل وأزمات عديدة، وكتب على شعبها أن يحارب ويحاول التصدي لآفات ومخاطر كثيرة، فحارب الإرهاب بالفن والبؤس والفقر بالسخرية والتنبير، وسيحارب الفساد وسوف نقضي عليه. أي إن شاء الله، قلت سيحارب الفساد بالسجع والجناس والاستعارة. الفاسدون والفاسدات كثيرون وكثيرات، لصوص، ولكن اللص الذي يعمل في الداخل أو يعمل في الخارج كمن يسرق من بيت أبيه، فلا أبوه يصفح عنه ولا اللص يكافئه عن سرقاته. فهمتش حاجة سي حامة؟ فهمتش فشكون يقصد وكيفاش باش يحارب الفساد؟ والله شيش مش نقول لك، كان مرات الواحد يدوخ خسر. لا تدوخ لا شيء، هاو باش نفسر لك. ماني جبت ديكودور باش نترجم به لغة كوكب آخر، وقلت فرصة اليوم نجربوه مع بعض. هيا نبدأ. أود أن أشكركم على صمودكم، على صدقكم، على ثباتكم، ولن تجدوا مني إلا الدعم. استقبال سيادته البارح الرئيس هيئة مكافحة الفساد وشكره يجي بعد أخبار على أنه هو قدم للرئيس ورئيس الحكومة قائمة بتاع 6 وزراء عليهم شبهات فساد ولا تضارب مصالح. أي 6 ولا 6 مش 4، وتمسك بالتقرير متاعه ورفض تمكينهم من التصريح بالممتلكات. تذكروا الناس الكل أنه مشيش مشى وحده للهيئة بعد ما نال الوزراء هذوما ثقة البرلمان. تونس تتوفر على أمكانيات ضخمة، على ثروات ضخمة، وعلى أموال كبيرة. هي تونس النجم نقوله مسطورة والنجم نكونه خير، أما ممكن هو يحكي على أموال وثروات ضخمة يظهر لك الجماعة، ولا يحكي عن الملح والبترول. الفاسدون والفاسدات كثيرون وكثيرات. هذا يا إما وصل العلم أنه فما ملف متعلق بسيدة ولا سيدات، فاسدة ولا فاسدات، وإلا جوس من باب المساواة هاوكا طالبوا بالمساواة بين المرأة والرجل، ساوى بيناتهم في الفساد. والأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة ولكن تمت تفقيرها. هذه واضحة عاد، يحكي على مسيرة حركة النهضة، مسيرة المحبة والمودة. مو هذا الترهدين في السياسة، هذا هو الترهدين. علاش ترهدين سي حم؟ مسمعتوش اش قالك النهار؟ تقصد وقت قال خونا حما الهمامي يعادش بيه بكلنا خيان. ما عنديش خو اسمه راجد في العيلة، عندي الطاهر وعندي الهادي. الأكيد أنه فما برشا مفارقات في مسيرة النهضة اللي تصرفت فيها برشا فلوس، لكن من فلوس الشعب يعني، أما برشا فلوس في الوقت اللي الأفراد كل واحد يصرف أكثر من دخله، ولذلك ديما الحساب نتاعه ديما في الأزرق ولا في الأحمر، ديما في الأحمر. المهم أنه فلوس النهضة ولا بقية الأحزاب والأموال المهربة كانت مثلا تعاون في بناء المدينة الصحية اللي تحدث عليها سيادته. بعض المشاريع اللي بشر بها السيد الجمهورية بيع وهاب، ولا يا مبين أن هذا مشروع القيروان مدينة صحية في القيروان رأي وهم وكذبة كبيرة لن يتحقق. لا ثم تمويل ولا ثم آليات كذبة. سي رفيق عبد السلام جملة تقول مجرد حلم يا سيدي، ولا خليها في الوهم، على خاطر في العادة الكذب خارج من الأحزاب مش من القصر. احنا شفنا الآن كذبتين كبيرتين في خلال شهر واحد صدرت من قصر كرتاج، ما نقولش من الرئيس نفسه ولكن هو يثبت منين جات. يعني كذبة أولى نتاع الطرود المسمومة اللي شافها العالم كله، وهذه كذبة ثانية نتاع اللقاح اللي ما فيهاش حد أدنى من الشفافية. طيب احنا ماناش إزاء عمر بن الخطاب وماناش إزاء الصادق الصدوق. طبعا في إطار هكا اللي قالها سي حمى، مو هذا الترهدين في السياسة، هذا هو الترهدين. ديما يروجوا لأنهم ينزهوا في الرئيس ويلبسوها النادي عكاشة مديرة الديوان اللي قال أسامة الخليفي أنه على رأسها ريشة. مدير ديوان الرئاسة نادي عكاشة عيط لها القضاء 3 مرات وما مشيتش ما لباس. شو معناتها؟ معناتها ثم ناس فوق راسها ريش. طبعا استهداف نادي عكاشة بالصحيح وبالغالط ينقص برشا الضغط اللي كان ينجم يتفرض على الرئيس، لكن ما يمنعوش من الانتقادات، خاصة كي يبدأ سي عياض اللومي متغشش. سيد رئيس الجمهورية تعسف وانحرف بالإجراءات وتعسف على الدستور بلغة شعبية باندي، وكيف يبدأ يلوج على تبرير لما بعد رفض التحوير. واليوم 16 واحد واحنا في برنامج قلب تونس بالذات، لا تحتاج تونس إلى حكومة فيها عدد أكثر من هك. تو واحد كيما سي أحمد عظوم عنده بورتفوي صغير نتاع شؤون دينية، كي زدتو أملاك الدولة شنو تبدل فيه؟ معناها قصوا له يده جات مليحة بالطنبور، شؤون دينية إيش عنده؟ باش يشوف الأشهر القمرية. وكيف يبدأ متواضع أكثر من اللازم. الحمد لله الحقير فقير إلى ربه لقدام. حاشاك عاد سي عياض، سي عياض اللي حد وحد الخلط بين تشرشل وابن خلدون. أما سي حمى تعدى المرحلة أقوى، والله يصلح لابن خلدون أصل. هل يمن سعى حمى الهمامي بالمقولة الشهيرة لابن خلدون إذا عمى الفساد في الدولة فإن أولى مراحل الإصلاح هي الفوضى؟ وش الفوضى؟ هي الثورة. هو يقول لك لا، يصلح ابن خلدون بالسياسة.